يستمر الفنانون في إبداعاتهم في مواجهة الحجر الصحي، سواء كان بمقاطع الفيديو الترفيهية أو بالبث المباشر أو الغناء. الغناء كان الطريقة التي استخدمها الملحن الفلسطيني كوكيم كما يحب أن يعرف، وتعاون مع المطربة الشابة آية خلف في هذه الأغنية. قام الفنانان فيما بينهما بتطوير إحدى الأغاني، قاموا بإصدار أغنية بعنوان إذا بدك هالوردة، ويمكن يقولونها باللهجة الفلسطينية بطريقة مختلفة وبالأغنية تحديدا. آية خلف بدورها أضافت بعض اللمسات وقامت بغنائها باللهجة الفلسطينية التراثية، لتصبح بعد ذلك من أكثر الفيديوهات التي تم تداولها على مختلف منصات التواصل الاجتماعي. ما يثير الدهشة أنه تم تصوير فيديو الأغنية مع الحفاظ على الحجر المنزلي وقواعد التباعد الاجتماعي، مع العلم أن الموهبة الشابة أو الموهوبة أيضا آية خلف اشتهرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق إحياء أغان من التراث الفلسطيني عبر غنائها على مواقع التواصل الاجتماعي. نتابع. حب القمر عيني بات، نفرش لورك العنبات واحنا بنرقص دبشي. داخل ايه يا صابي من هالجو العصابي، داخل ايه داخل ايه. ينضم الينا من اسطنبول الملحن كوكيم ومن القدس الفنانة آية خلف، أهلا ومرحبا بكم معنا في منصات على شاشة سكاي نيوز عربية. يعني بداية كوكين، بدنا نحكي عن قصة الأغنية، ليش اخترت هذه الأغنية تحديدا إذا بدك الوردة؟ أولا مرحبا. إذا بدك الوردة هي أغنية إلي طلعتها قبل سنة تقريبا ولقت نجاح على كد حلو يعني، فبالوضع الحالي حبيت أعملها ريميكس وعملها قصة بشكل ملائم للوضع اللي احنا فيه بشكل اجتماعات الزوم وإلى آخره. اخترت عشان باللهجة الفلاحية لهجتنا اللي نادرا ما حدا بغني فيها اليوم، وأنا وآية حابين إنه نعيد إحياء هاي اللهجة والتراث بس بشكل ملائم وشبابي يعني. طيب خليني أسأل آية خلف، آية بعض اللمسات الفنية اللي أنت ربما قد أضفتيها لهذه الأغنية، تحدثينا عن الإضافات اللي وجهات النظر اللي كمان اللي تم طرحها للوصول إلى هذه الأغنية بشكلها اللي إحنا شفناها عليه. مرحبا، نهاركم كله سعادة، شكرا على الاستضافة، هاي أول شغلة، وشكرا لأنكم آمنتوا حتى عن بعد إنه في إشي مختلف. هذا بالنسبة لإلنا إشي كثير كبير، وأن الناس صارت تلمس هذا الإشي المختلف اللي إحنا بنعمله، وكمان إحنا قاعدين بنحاول قد ما بنقدر إنه الطابع التراثي والإرثي ما يروح، لكن بشوي شوي نعيد في توزيعه ونعيد في 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 تلحينه في كل هاي الأشياء. بداية حكيت أنا لكرم كيف صار العمل، هو حكيت لكرم، كرم الكل قاعد بيعمل أشياء وأنا صراحة كمان كنت أعمل شغلات مع أصحابه هيك عن بعد والكل قاعد بيعمل اشياء زوم، شو رايك نعمل اشي مع بعض؟ كرم عده مرات قبل كمان اقترح علي وعملنا شغلات هيك بسيطه مع بعض كمان، بس عشان الظروف ما كنا نعمل، فقال لي طيب خليني اقعد بالبيت. يمكن اي اللي 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 سلط الضوء اكثر لربما على هذه الاغنيه هو العمل فيها عن بعد، يعني كل شخص موجود في مكان، وسيلة التواصل هي التكنولوجية، الظروف صعبة بسبب فيروس كورونا والإجراءات المتخذة من أجل الحد من انتشاره. إلى أي مدى شكلت عائق؟ يعني لو ما كان هذا الوضع اللي إحنا عايشين فيه، كيف كانت الأمور راح تصير في هذه الأغنية؟ أنا بالنسبة لي ما كانش في عائق، لأنه أنا طول حياتي بعمل أعمال بالبيت وبجيبش أشياء من برا، فما تغلبتش. وبشكل فكرة إنه الكل بالبيت والكل عنده عوائق وأشياء أعطتني أنا يعني خلتني أستعمل الميزة القوية اللي عندي اللي أشتغل من البيت، واستغليت التباعد عشان أعملها بشكل الفيديو كولينج وهالأشياء. طيب أي اليوم التركيز على التراث
الفلسطيني بالنسبة للأغنية الفلسطينية عم نشوف نجاحاته كبيرة بالمقارنة مع المحاولات الأخرى، بنشوف نجاحاتها بسيطة أو متواضعة أو يمكن ما يكون في نجاح، ليش برأيك؟ صراحة بحس إنه الإشي قاعد شوي شوي عم بموت، والناس كمان متعطشة، يعني عم بموت والناس بدها يعني تستنى هذا الطابع إنه لا ما مات. إحنا فكرين إنه شوي شوي قاعد بروح من فكر الإنسان، إن كان من ناحية أجيال، إن كان من ناحية فكر، من ناحية كتير شغلات، بس لما أنت ترجع تحييه كمان دور، الناس بترجع تعيش كمان دور وبتستوعب إنه لا إحنا ما متنا، إحنا بعدنا عم نحيي هذا التراث وهذا الأرض، لكن في صورة اللي تناسب كل الأجيال. يعني لما يجي ابن 18 سنة يسمع أغنية فلكلورية رح يستمتع، كمان رح يستوعب شو الفكرة من هاي من هذا الإحياء وشو وليش قاعد بنشر كمان. فعم نحاول كمان إنه ما يكون في شريحة واحدة لحتى تستوعب هاي إحياء هذا الإرث، يكون كمان لكل الأجيال ويكون كمان لطيف للأذن وفي حس موسيقي. طيب كوكيم، لما بنسمع شباب بعمر ال 15 و 16 سنة بدندنوا أغاني تراثية بالطريقة الجديدة اللي عم نسمع الأغنية اللي اشتغلتوا عليها مع بعض، برأيك هذا الشيء قديش بينعكس على الفنان نفسه؟ قديش بحط عنده عبء إنه ممكن أنا لازم أشتغل أكثر كون هالرسالة عم توصل للأجيال، الأجيال اللي ما عاشرت هذه الأغنية ولا كلماتها بس عم توصلهم بطريقة مختلفة؟ صح، وبحط عبء ومسؤولية، بس الإشي فرصة وأنا شايفه إشي كثير حلو، عشان توصل لهاي الفئة لازم تحكيهم بلغتهم، فأنت بدك تجيب إشي قديم فلازم تخلط هالأمور كلها وتعطيها إياهم بلغة هم بيفهموها. هذا الإشي مش كل الناس أو كل الملحنين بيعرفوا يعملوه، عشان اليوم الشباب الصغار بحبوا موسيقى من نوع آخر، يعني زي المهرجانات إلى آخره، وهي الأشياء الملحنين والموسيقيين المحترفين ما بشوفوهاش، مش دارسين. طيب الموضوع بشكل طيب خليني بنفس السؤال أسأل آية خلف. آية، لما بتشوفي الشباب الصغار في العمر بدندنوا بيغنوا الأغاني التراثية اللي هي فعلا تعودنا نسمعها على لسان الكبار في العمر، شو بحكي لك هذا الكلام؟ هو مبدئيا أنا كثير بحب الجيل الصغير، كثير كثير. مبدئيا أنا مدرسة موسيقى كمان، يعني كثير بستمتع لما أعلم وأعمل إحياء الموسيقى التراثية من خلال تعليم الموسيقى. فبتعامل مش مع جيل 15 سنة، بتعامل مع أول تاني تالت، مع كل فترة الابتدائية وما بعد. كثير بنبسط، كثير 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 بنبسط لما أسمع طفل صغير. أنا بدي أشكرك جزيل الشكر آية خلف وأيضا كوكيم من القدس ومن اسطنبول، انبسطنا كثير فيكم وانبسطنا أكثر بالأغنية، شكرا لكما.